كان بمصر في ثلاث نسوان كانوا فاتحين بيت دعاره، اجى عفو عام لهم ثلاثتهم، واجى الضابط بده يقول لهم باي باي ويحقق معهم اخر مره. لقطة لاول مره قال له انت حتعملي ايه لما تخرجي من هنا؟ قالت له معلش بقى اسمح لي انا هجري ولا رجالتي ببنايه. قال له طب معلش باي باي. ثاني وحده هتعملي ايه لما تخرجي من هنا؟ معلش بقى انا هجري ولا رجالتي الشارع. معلش. ثالث واحدة قالت له لا بقى أنا هتجوز واتستت وأقعد ببيت وأجيب راجل. راجل بتاعي وأجيب واد، الواد بتاعي وأسميه حسين وأعلمه الكورة بقى يا بدر ويلعب كورة وأخليه يلعب في النادي الأهلي وتيجي مباراة كأس العالم ويجي حسين يدي البدر، بدر يدي حسين، حسين يدي البدر، حسين ما يفوتش والملعب كله يقول له أعمل وأسوي في أمك يا حسين. سريعة واحد على قصته نحلة يا الله أخذته مرته عند الحكيم قالت له دخيلك يا حكيم دخيلك شيل الوجع بستروك الورم هلا العب يا زلمة شو الألوان يلا كثير طول وجسمه هيئة هيك قام واحد عينه علي قام هديها كولون كتب لها أول فخد بوناني تاني فخد جوية نويل لبست هالكولون هي مبسطت فيه هيك كتبت له ورقة وقلم قالت له بشكرك على الكادو يا مزوي إن شاء الله بقرب وقت بشوفك بين العيدين قالت لها إجاك يا ربجي قالت لها اجى الكهربجي لعندي ركب ما عاد معروف وين الركاب وكذا في سائق في شابين وبنت حضيوا ببعضهم وكذا ايه بغابه وشو بدنا نعمل وين بدنا نروح ما معنا شيء نتصل قال يلا خلينا نمشي احسن ما هون يجوا ياكلونا الحيوانات خلينا نجرب نمشي قد ما فينا بهالغابه صاروا يمشوا 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 ليلت عليهم قالوا خلص تعبنا مننام هلا هون حد بعضنا نيموا البنت وناموا حواليها هن انه حمايه لإلها الصبح يوم اول واحد بيقول لهم امبارح بصرت منام بالليل شيء مرعب على الاخر بيقولوا له شو قال لهم بصرت بمنامي انه اجوا علينا قبيله متوحشين مسكوا لي القوايل تبعي وضلوا يشدوا لقط شو قال له شو هالحكي هي مش معقول تاني قال له انا كمان بصرت نفس المنام انه قبيله طلقطوا فيي مسكوني بالقوايل صاروا يشدوا لا قامت بنت قالت لهم ايه انا الوحيده بصرت منام حلو لو شو بصرتي دون بصرت حالي عم بعمل سكي ماسكه هالبطونات وسكي 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 اهل مش مصدقين البي مش ساعته الدنيا فات قال له يا عم انا جاي اطلب ايد بنتك قال له يا اهلا وسهلا نورتك يا اهلا وسهلا فيك قال له بس عندي شرط عمي قال له تفضل يا ابني الشرط عبياض قال له بدي البنت تشلح تيابها كلهم تشوفها قبل قال له شو هالحكي عيب ولو تشلح تيابها البنت قال له هيدا شرطي يعني بتعرف انا الصبايا كلهم اي بنت بتتمنى تتجوزني يعني بس انه انا عندي شرط بدي تشلح تيابها والا ما بيصير يعني ما فيش مجال حكي هو مرته قال له طيب يا بنت شلح تيابك شلحت تيابها برمت اشوف برمت طبي طبت قرفصي قرفصت عملي جنباز عملت برمي اجريكي لفوق فتحي اجريكي عكسيون شقلبي فوقاني تحتاني ما خلى وضعي ما شقلبه فيه قال له سوري بس ما رح اقدر اتجوز بنتك قال له ليش يا ابني خير قال له منخارك كتير طويل الواحد عمره 90 سنة تجوز وحدة عمرها 25 سنة تجوزوا وعملوا عرس كبير وما بعرف شو اجوا على بيتهم وفاتوا سكروا الباب وطلعوا كل واحد على اوضته عايشين كل قعدوا كل واحد باوضه لانه هو عمره 90 سنه ما بيسوى يتعرض على طول لانفعالات كل واحد باوضه شوي العروس عم تتحضر لتنام لبست قميص النوم وقعدت بتتخد دق الباب مين هو فتحت له فات عملوا ساكس 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 وفل اوكي رجعت جربت تنام شوي دق الباب طلع هو فتحت له ساكس 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 يا لطيف فل شوي عم جرب تنام دق الباب فتحت له قالت له يعني بدي هنيك في شباب بالعشرينات ومن عمري وهيدا ما بيقدروا هالقد يعملوا ساكس
ثلاث مرات انت ما في 10 دقائق بين المره والمره. قال لي ما تقولي لي جيت لعندك قبل. واحد راكد بالشارع في زلمه الزايمر قال له انا بتعرف اشتغل على التراكتور وكل نهار على التراكتور دبك 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 بصير معي شو اسمه ما بنستفيد تروح على البيت بكون ما بقى يطلع من امري شيء. هالمره راح تطلقنا مش ظابط معنا الوضع شو بدنا نعمل دخيلك يا حكيم. قال له هين هين انا بعلمك علوميه تاخذ معك الجفت على التراكتور. قال له جفت ايش بعمل بالجفت؟ قال له اسمع يا ابني تاخذ الجفت حطه معك على التراكتور دبك 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 على التراكتور. حسيت احاسيسك تاهبت كل شيء تمام طلعت باروده بتقوص ضرب. وين كنت بتكون انت؟ بتجي مرتك لعندك بوب بلحظتها بيكون كل شيء تمام. شي شهرين بيلتقي الحكيم فيه قال له شو طمني مش الحال؟ قال له والله يا حكيم طريقتك بتجنن بس اجى موسم الصيد مش عم لاقي المرأة بالبيت. انا المرة كان في مرة قاعدة بالمطبخ عم تشتغل وسمعت صوت غريب بالأوضة. راحت دقت على بنتها، بنتها عمرها شي 40-45 سنة وعزبة ومش مجوزة وقاعدين بآخر معمر ربنا، لا عندهم جيران ولا شي. دقت على البنت فاتت لقيت شي غريب، قالت لها يي شو هيدا يا ماما؟ قالت ليكي ماما ما تبلشي إنه أنا صار عمري 40-45 سنة وماني مجوزة وما عندي صديق وما عندي شي، شو بدي أعيش كل حياتي بعد ما حدا يحكي ولا كلمة؟ قالت لها طيب أوكي. ظهرت الأمية، من عشية إجا الزلمة عم تحكي معه، سمعوا نفس الصوت الغريب. قال لها شو هيدا شو هالصوت؟ قالت له ولا كلمه. البنت صارت عمرها 40-45 سنه وما في عندها عريس وما عندها حدا تركها تعيش حياتها. قال لها اوكي فهم هو شو. من عشيه المره عم تشتغل سمعت نفس الصوت هالمره بقوت القعده. طلت لقيت جوزها قاعد وحاطت الغرض داير حده وحاطت كبايه بيره. قالت له شو عم تعمل؟ قال لها عم بشرب كاس انا والصهر. يلا مروان زحلاوي على سيرة الزحلاوي زيته واحد زحلاوي عم يتحمم بالبيت عم يتحمم ويرغي هايك ويرغي طلعت العجقة برا قدام الباب طلع المشكل كم ما طلع المشكل طلع هي الزحلاوي مزلط مثل ما هو برا وقف هايك وجورته هالعالم جمع قال له شوف هاي قلت له ايه قال له شوف هاي قلت له ايه فهمنا شوف هاي ده ربع ساعة شوف هاي قلت له يقطع ليك والخلقت وشفته وخلصني بقى منه وعمل له لحظات قليلة وبنرجع سوا لحلقتنا لليلة من أهضم شي هون منيح. قال مرة وحدة ظاهرة قبل الزواج وخافت انه جوزها ما يتقبل هيدا الموضوع فراحت لعند الحكيم قالت له شو بدي اعمل؟ قال لها هين بنعمل عملية صغيرة. قالت له ايه وكيف بتعمل؟ قال لها بدنا نشيل شقفة من طبلة دينتك ونرقع. قالت له اوكي فشيل شقفة وعملوا لها العملية. لما تجوزوا التقى الحكيم بجوزها قال له كيف هالعروس على ذوقك؟ قال له بيت جنن بس في شغلة وحدة كل ما بقول لها شغلة بتقول لي شو قلت؟ هلا خبرية هيك يلا انا وجاية لعندكم سمعت شغلة على دعاية على الراديو فاستغربت ما بعرف اذا فهمت صح. انا دعاية بتقولها بنت صغيرة لامها بتعرفي ماما كلمات فيهم كيا؟ بتقولها امها اكيد فكيا مسكيا فركيا عكيا عليكيا وشكيا وما بتخلص هون الدعاية. بتقولها البنت ماما نسيتي كلمة زريكيا وبعدكم بتقولولي روسيتي. قولوا الله والصحة منيحة ما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك زيح أحسن ما تروح. قال لها لوين؟ قلت له مطرح ما بدك. طلع يبرم فيها ساعة ساعتين ثلاث ساعات زهقت منه. قلت له اعمل معروف نزلني هون. قال لها الحساب. قلت له ما معي مصاري. قال لها طيب ايش الحل؟ قلت له بشلح لك بنطلوني. طلع فيها هيك قال لو بركي ما اجى عقيسة. وجهك نظر تمريقة صغيرة بعد كمان من ورا سانتا. ليش النسوان بحبوا فصل الشتاء؟ ليه؟
لأنه طويل وقاسي. شفت البخور شو بيعمل؟ نزعوا لي الزمور، هاي الخبرية إنه نزعوا لي الزمور ما بقى يزمر. قال في وحدة كنتوا تعملوا هيك ختيارة وبنتها كبيرة، هي تجوزت كبيرة بالسن، بنتها صبية طالعين على الحدود، وصلوا عند الضابط، وصلوا على الحاجز. قال لهم الضابط أنا ما حدا بيمرق من عندي على الحدود إلا ما يمرق بالشروط تبعيتي. قالت له البنت أي شروط؟ قال لها بدي اغتصب. حيالله مرة بتمرق على الحدود. حلو. قالت له حرام عليك إنه امي ختياره وكبيره بالسن ومدري شو، انا اوكي بس انه شو ذنبها امي؟ قلت لها اسكتي ولي، نظام على الكل يعني على الكل. هلي نزلني على الطوبق التحتين، نزلوا على طوبق الاحذيه، بعد درجي زبون بده صبوط، يطلع بس بويت كذا، قال لي والله حلو صبوتك يا انتون. قال لي يا عمي ايش بكل يوم؟ شلاح الصبوت شلحوا عطوا للزبون، لبسوا زبون انبسط فيه، شلحوا لأنتون اعطيه الصبوت يا أنتون. من عشية قعد أنتون هيك صوفت انه شو هالشغلة هيدي المسكرة، شوي اجت ست حكيته كلمتين لأنتون وقوم أنتون الركض تك ترك سوبر ماركت ويركض بالشارع. لحقوا صاحب المحل قال لك سرق لي الغلة، سرق المصرية، روح نبش وفتش وما في شيء. قال له لي وين خمنتك سرق شيء؟ قال له ماني سرق شيء، بعدني بأرضي. قال له ليش هالركض؟ ايش في حكيتك كلمة امتى الركض؟ قال له اجى زبون قبل الظهر هلكتوني، بده التأم جرب تأمي اعطيه اشلعناه، بده الصبوت بعد الظهر واحد خذ الصبوت. هلا اجت هي الست بدها دزين بيض وعنا 10 بيضات بالمحل. يلا حسن. الصغير كمان بيكتشف انه جاي. قال له العمى شو هاي يا زلمه؟ شو عم بيصير معك؟ قال له ما بعرف. ثالث رابع يوم هيك فات قال له اعطيني بطل، اعطيني قنينه. قال له لا شو صاير مدمن؟ قال له لبعض هالعمر تخيل ما بكفي خيال الكبير والصغير بيكتشف انه بي جاي. قال له يلعب اخت العائله ولو ما عندكم حدا بالعائله بحب النسوان؟ قال له مبلا. قال له مين؟ قال له اختي. يلا هارون عائله مهمه. يا رب يا خليل يا رب. في نادي لرأس التانجو عم بعلم تلميذه شباب وبنات، بلشوا بالرأس قالوا ليكن يا شباب ويا بنات من عندي كل إشكال يعني ليز يكون الشاب بعيد عن البنت 10 سنتي ورقص. بلشوا الرأس عم بيراقبهم والله ماشي الحال منيح، بعد شوي التفت لقي واحد ملزق بوحدة، اجا ودق له عكتو قال له وين ال 10 سنتي؟ قال له صاروا جوا. انا كنت اقول الا انت يا خليل، ومش بس هيك الا انت، انا ست مراية بقول عنه ادمي مهذب لانه كان معي باستراليا. والله مرة التقيت فيه باستراليا. في وحدة تجوزت وما بتعرف شيء عن السكس، اجت قالت له لجوزها ما بعرف شيء انا، هلا المسموح لانه قوينا الدوز، بقول لها طيب ما تعطيها، اعتبري انت عندك الحبس وانا السجين، والسجين لازم يفوت على الحبس. استحى استحى جان عبول يا ريت الحبس. فات اول مره مش الحال، قالت له اوكي، غبلوا شي ساعتين، قالت له سجين فل من الحبس وين راح؟ قال يلا يلا جاي. ساعتين مش الحال، 3 ساعات 4 ساعات، قالت له وين راح؟ هذا ليكون اختفى ليكون هرب ليكون ضاع. قال لا لا يلا 4 ساعات كمان، رجع فات السجين على الحبس. هيدا راح خلص النهار تعب. قالت له لك وين راح؟ انا اكيد هالمره 6 ساعات وما رجع السجين على الحبس، وين راح؟ قال له مين قال لك شو السجين فايت مقبض؟ يلا مرود. شريعه صارت فواكه، وصلت على البيت شكتها بالحيط ما دارت، جايبتها اوفر سعرها منيح وهيدا، وعاملين اوفر مطنطنين الدنيا دعايات، زعلت لقطتها وراحت لعند المحل، قالت له سوري مسيو بدي بدل هيدي لانه ما مشيت. قال له بس نحن بالاوفر ما منبدل، بالاوفر والسولد ما في تبديل. قالت له ايه بس بعدني اخذتها حطيتها بالحيط ما مشيت. قال له سوري مدام ما منبدل.
قالت له بليز يعني ما بصير انه قال لها ما في ما في ما بنبدل. قالت له بليز فيك تحط ايديك هون؟ قال لها باردون. قالت له بليز تحط ايديك هون؟ راح عيط للمدير قال له في مره خوطه مدري شو بها. اجى قال لها نعم مدام. قالت له جايه بدي بدل هيدي المكنه، بعدني اخذتها وما مشيت، شكيتها بالحيط مش ماشيه. قال لها سوري مدام بالسولد والاوفر ما بنقدر نبدل. قالت له طيب بليز انت فيك تحط ايديك هون؟ قال لها طيب ليه بدي احط ايدي هون؟ قالت له هيك انا بس بحب حدا يحط ايديه هون. هاي خفيفة يا زيدي خفيفة. بعدها خفيفة. راح وعد على الفارماسي قال له بدي 20 بريزرفاتيف، قال له لشو بدك هالقد؟ قال له ما تعرفت على وحدة كثير 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 حلوة وطلعت اختها اجمل واما اجمل واجمل وعازمين الليلة على العشاء. عطى راح على العشاء وصل هيك فاتت صاحبته حلوة كثير لابسة مظبطة حالها. فاتت اختها الثانية كمان حلوة كثير قعدت زبطت حالها. فاتت امها كمان اجمل واجمل وقعدت زبطت حالها. وفات البي طلع هيك حط راسه هيك وصار يعمل هيك صار يعمل هيك. قالت له هي ما بعرفك هالقد بتصلي هالقد مؤمن بتضلك تصلي. قال لا بس ما بعرف بيك انه فرمشانة. واحد واحد ثالث يوم هيدا صاحب الصيدلي قال له خبرني. قال له والله مش شاينا الحال شفت ثلاث زبونات. قال له يعني؟ قال له اجى واحد راسه عم يوجعه. قال له اعطيته بنادول. قال له برافو عليك. قال له بعد شوي اجى واحد ثاني قال له معدتي رح تموتني. قال له ايش بدي اعطيه للمعده؟ اعطيته فتت حوميل خفف الوجع عنه. قال له بس من عشيه المساء فت علي ست يا معلم ايش بدي خبرك ليتو ما حدا يدوق يعني اختل الست اللي حده. يا لطيف. قال له طحشت علي فرتحشت. قال له دخيل اجراك دخيل اجراك. قال لي 5 سنين ماني شايف الرجال. قال لي 5 سنين ما شايف الرجال لحموت دخيلك. اعمل لي شيء ساعدني بشيء يرحم موتك دخيلك 5 سنين. قلبي منشف وليه 5 سنين ماني شايف زلمه يساعدني نتفه. قال له ايش عملت؟ قال له ايش بده يعمل يا معلم؟ جبت القطره وقطرت لها نقطتين بعيني. انا بدي اخبر شغله بما انه كل الموجودين معنا من زمان حمص نازل بالجرد وهيك شاف راعي غنم ومعه كثير غنم وهيك وصل لعنده وصل لعنده قال له ليك اذا بقول لك كم غنمه معك بتعطيني وحده؟ طلع فيه هيك راعي الغنم انه قال له اوكي قل لي. قال له معك 425 غنمه. طلع فيه قال له اف كيف عرفت؟ قال له ما راح اقول لك. قال له اوكي يلا انا فايت اخذ وحده. قال له اوكي فوت. فات اخذ وحده وطلع طلع فيه هيك راعي الغنم قال له ليك طب اذا بقول لك انت من وين بترد لي الغنمه؟ قال له اوكي قل لي. قال له انت من حمص. قال له اف وكيف عرفت؟ قال له لانك اخذ الكلب. مثل النمر. بليز بليز عيدي يا بليز بليز مثل النمر. سوري بدون مادة لسان ما في مادة على الفاضي. النمر عندنا احمر. باردون النمر عندنا احمر. احمر شيء. قال هيدا زخيا بده يروح ياخد كباية بيرة عند صاحبه طنسة بالباب. وصل بعد الشغل صفى التراكتير ونزل طلب كباية وقعد في زلمة متقم باين عليه خواج عم طلع فيه كل الوقت. لك من هو هيدا بيطلع فيه؟ شوي قرب الزلمة المتقم لعنده وقال له مش زخيا؟ قال له مبلا منين تعرفني؟ قال له ما عرفتني أنا سيرج. قال له مين سيرج؟ بعرفش حدا اسمه سيرج. قال له لك سجيع بس انا فليت على ايطاليا هونيك بعيطوا لي سيرج. قال له سجيع جوز التريز؟ قال له لك ايه؟ قال له ايه عليك مبين مثل كانك شي وزير شي مدير. قال له ايه ما انا فليت على ايطاليا انا وعائلتي وبشتغل بالبورصه وما احلين احوالي كثير منيحه. قال له شو يعني البورصه؟ قال له يعني بوع الصبح بعمل لي تليفونين ثلاثه بقول لهم شو لازم يعملوا وبطلع على التراس بقعد شوي بشرب لي كبايه بيره بشرب لي فنجان قهوه برجع بتلفن بقول لهم شو لازم يعملوا برجع بطلع على التراس برجع بتلفن برجع بطلع على التراس كل النهار بقضيها هيك.
رجع زاخية على البيت قال لمرته حذري مين شفت. قالت له مين؟ قال له سجيع. قالت له سجيع جوزة لتريز؟ قال لا ايه بس سجيع صار اسمه سيرج وتريز صار التراس. يلا علي بعد واحدة بعد واحدة سريعة يلا يلا اوكي واحدة سريعة. الواحد حمص جايب تاكسي وكتير مبسوط فيها يعني ومش مصدق والفرحة مش سيعته وياي ونزل على الطريق وراكب تاكسي بياي ومبسوط وعم بيسوق العالم تاكسي تاكسي ايه ايه بعرف بعرف. واحد حلوة خمس سنين ونص عم تقول له بليز بليز بابا نويل بعتوا تياب لكل البنات يلي مزلطين يلي على اللابتوب تبع البابا بليز. يلا شايفين مشاهدينا اكيد انه قديش حلوه منك لفته لطيفه انه عشا العيد انت تجيب لي للمدام بدل ما هي تتعذب في لوحدها. هي متوقعه تجيب معك حبشه فتخيل شكل وجهها اذا وصلت وفاجأتها انه ارنب. ارنب معك؟ شو هالمفاجاه. انت نتع وجاي فخور بنفسك بس مش لانه ارنب تسلق الاشياء سلاقه. صحيح انه ارنب وهيدي فرحه المدام والفرن حامي بس لازم يستوي على مهله ومثل هيك ولايم المدام بتحب تتقنى وبتحب تاخد وقتها فيها فبتعرف انه مش كل يوم عيد ومش كل يوم ارنب. اول شي ضروري يكون نفسك طيب ولازم يكون صبرك طويل ويكون عندك قدرة ضغط كبيرة. أول شي ضمته من جلدته وغسله. العملية لازم تتم على مرحلتين. أول شي بتتم من فوق لا تسوي نص استوى. بتحط الأرنب بكل قدرة الضغط يلي عندك مش لازم يضل شي منه برا. وبنصحك تحط الإكس إكس إل كتير بيساعد طبيعي لينبل مظبوط لازم يوصل على الشفة. أنا هيك بعرف إيه. عكل حال خليك منتبه ما بتعرف أي ساعة بتنفس قدرة الضغط معك. خليها تغلي وخلي عينك عليها بس تبلش تنفس تحس في بخار تبلش تعمل أصوات بتلقطها بدنايا وبتشيلها من مطرحها لأنه إذا تركتها رح تفور وتزرزي. ما في مهرب ما في مهرب بدها تزرزب وتشرشر على الدينين. وخد لك على تطبيق. لكن اول ما تصوفر مثل ما هي بتلقطها بدنايا تفتحها وبتشيله وبتحطه من تحت بفرن المدام الحامي. وطبعا المدام محمي الفرن وهو نظيف مهفهف ما عيد وعلى الارجح صار لها بتحف شي يومين وناطره على الارجح صار لها بتحف فيه شي يومين وناطره لتحط فيه شي بس ارنب معك هاي المفاجاه. كل هيدي الرسالة
وصحتين نسيت تقولي وصحتين صحتين طبعا. على كل بدي اشكر انطونيت على هالروسيت شيف انطونيت يعني حقيقه يعني نحن عيدنا المشاهدين واللبنانيين وهلا في عيديه للمسيحيين هي سيربريز من بابا نويل اللي اجى لعنا الليله. شو يا بابا نويل خبرنا شو هالسيربريز شوقتنا كثير كبيره كثير رح تنبسطوا فيها كلكم. ايه رح نعمل مصالحه العصر رح نصالح شخصين مختلفين ما بعرف على شو هن الدكتور سمير جعجع والجنرال والجنرال ميشيل عون. ايه يا عم جاك جعلت الورد نحن اليوم بهالمناسبة عيد الميلاد المجيد حبينا ننط بصفحة الماضي انا والدكتور سمير جعجع ونكب كل الاحداث اللي ورانا وحبينا انه نتصالح ولكن اللي بده يتصالح بده يركب كل البغض وكل الاسباب اللي ممكن تفرق بين شخص واخر الشيء هذا نحن حبينا المصالحه تكون هون عارنا ببلاتو الاهضم شيء اللي بيتمنى بتستاهل اكبر زقفه. وانا بدوري بدي اقول لك يا جنرال عون انت بتعرفنا من زمان يعني ما فينا الا ما رد لك هجميل بجميل اخر. انا بدوري بدي اتمنى على كل جماهير الهوات اللبنانيه ارتداء اللون البرتقالي من اليوم وبالرايح ردا على المبادره الكريم منك جنرال عون. ونحن بتمنى على القاعده الجماهيريه العونيه ايضا ترثي اللباس الزيتي هيدا يدل انه نحن تصلحنا ولا يمكن نرجع للخطيئه مره اخرى. طيب بوسو جنرال بوسو 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 يعني إلنا شرف عظيم نحن أن تكونوا بيناتنا وتتم المصالحة التاريخية بأهضم شيء يعني هيدا الشيء مش معقول بس لحقتوا جيتوا لعنا تعذبتوا يعني شو رأيكم تخبرونا هيك كم نكتة بعرفكم عزيمة النكتة في معمل باليابان بيصنع أجسام نسوان وصار يصير في خطا بتصميم الجسم سالوا المهندس هونيك قالوا له شو الخطا بتصميم جسم المراه عندكم المعمل قال لهم كلها سوا بتعقد من فوق لتحت ولكن الخطا الوحيد انه المنطقه الترفيهيه ملاصقه للصرف الصحي حكيم انا بدايه قبل ما اخبركم نكتتي الكثير مهضومه حبيت وجه تحية كبيرة جدا لكل أسرة هالبرنامج. هلا صحيح ست ميراي انتو من دون أدنى شك انتو أهدم شيء بس أهدم 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 شيء على الإطلاق هو جنرال عون. حلو حلو حكيم حكيم بعدين وقفت لي شعر بدني بعدين حكيم بما انه بده يوقف شعر راسك بس تسمع النكته يعني ماش في خلصوا المرة واحد راح على مزرعة دجاج بده يشتري دجاجي وصل لعند صاحب المزرعة وبيقول له الله يرضى عليك بدي دجاجي عونية بلشنا فبقى الزلمة بيقول له الله يرضى عليك يا استاذ معقول هالطلب يعني انه كيف ممكن لاقي لك دجاجة عونية؟ قال له يا خي هالزلمة مصر بده دجاجة عونية قال له يا خي هيدي 500 دولار عمول معروف فوت بتجيب لي دجاجة عونية حاضر هيك دقيقتين ثلاثة بفوت هالزلمة وظاهر حامل دجاجة هيك عم بتكعكر وتفرفر بإيداي قال له شفت ما أحلاك لقيت هالدجاجة العونية كيف لقيتها؟ قال له والله يا استاذ نهيني كثير شلنا كمشة قمح ورشيناها بهالأرض كل الدجاجات ركضوا على هالقمحات الا دجاجه وحده بقيت واقفه هيك عروس صبيعه وعم بتناقر حالها
بأكمشتها وجبتها لعند حضرتك. بعد عندكم شيء تقولوه؟ بس نحن جنرال وحكيم. نحن صحيح هي صارت مصالحة، ولكن بعد في نقطة نحن ما حكينا عن شهود الزور. نحن مش راضيين فيهم. ليش ما بجيبوا الشهود الزور نحكيهم؟ خلي تفضل هو يحكي. لك يا خي يا شو عشت؟ بالعرض طول بالك علينا جيران. يا خي شو طول؟ هيدا شهير شاطر تقول جيب دجاجة عونية معونية احترمناك بعدنا متصالحين طازة وليك. بس بترين عم نحكي يا خي. هلا في البعض ست بيراي ناطرين بابا نويل لحتى يجيب لهم شي كادو هيك شي كيس على ظهره ملف شهود الزور. بس هالبعض ناسي انه سانتا كلوز بزيد نفسه شخصية وهمية. ملف شهود الزور أكثر من وهم يا جيرال عمر. يا خي أنت واحد وهم. أنت واحد وهم. أنا جاي أنت يا خي على عيني. ايه نحن اصلا بيت عساف معروفين يعني انه جبنا كبير ومن هالجب متفرع جبان اساسيين. هلا الجب تبعنا اكبر من جبهم يعني نحن شي 500 صوت هن شي 400 صوت. وكان في انتخابات وانا قلت اكيد جبه لانه معروف مشهور بالضيعه انه هو اكبر جب مشهور جبه يعني معروف كل الناس بتحكوا بجبه. قلت اكيد رح يرشحوني انا خاصه انه جبه بيميل لليمين بينما الجب الثاني بيميل للشمال. بس قلت انا ما بدي اعمل قصمه بالعيله واقسم. قمت خطرت على بالي فكره انه اجمع الجبان لانه جبان بتعرفي بيقدروا يعطوا نتيجه اكثر. مزبوط بيعطوا نتيجه اكثر بيريحوا بعض. بس يحمى الدق بالمعركه الانتخابيه بيضغطوا اكثر الجبان بيضغطوا اكثر الجبان بيخرقوا اكثر واو وبيبسطوا اكثر وقت الفرز يعني. بتفاجئ انه جبه نقوا من الجبه الثانيه حدا غيري رشحوه على انتخابات. وانا كنت طامح لانه نظره الناس للانتخابات للعضو البلديه وخاصة الستات بيشوفوا العضو البلدي العضو البلدي بيشوفوه بعين كبيرة يعني. مزبوط. فزعلت كتير لأنه رشحوا حدا غيري وطلعت بنتيجة عن جد أنه زعلت لأنه جبة خاني وراح عطى أصوات لهيداك الشخص هو وكذا جب يعني. والنتيجة عن جد أنه مش مهم يكون جبك كبير، المهم جبك يلبيك وقت الحشرة. حلو. الواحد بس هو الجرس عامل ماس على اسمه. الوحدة راحت عملت تاتو من ورا، من ميلي كتبت بي ومن تاني ميلي كتبت بي، بدها تعمل سوربريز لجوزها لانه جوزها مغروم ببيبي بريجيت باردو. فاجت من عشية طفت الضو وقالت له عندي سوربريز. طبيت وضوت الضو، قال لها جوزها مين هيدا بوب؟ الواحد اشترى الوحدة كتير 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 بشعة كتير بشعة. نام مع واحد قالت له شري شو أجمل شي فيي؟ قال له أويلي. يعني النبيل يا ويلك يا نبيل. يا ويلك يا نبيل. نكتي. لا 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 خبر. وحده قالت لها لصاحبتها، قالت لها عم روح لعند جينيكو، عم نروح لعند طبيب نسائي، شاب صغير مثل القمر، بعدك انت عند هيدا الحكيم الختيار؟ قالت له لك ايمينا هيك انا حكيم الختيار، ما عندك فكره شو بيرجفوا عم يفحصني. كوري عم يوعظ نكات. ايوه عسيت النسوان ورجال. مره واحد دخل على البيت لقى مرته نايمه مع واحد. حلو اميره الله الله يشوف الظهر فيك يا عيني.
بلشي بحرارة هي ست أبيها. غلي الدم بعروقه وراح ركض على المطبخ جاب سكينة كبيرة وعم يذبح بالليمونة وعمل عصير ليمون من شان ليروق أعصابه. قام قال له صاحبه طيب والزلم اللي نايم مع مرتك؟ قال له ولو فشرت عينه يروح هو يعمل عصير لحاله. مرته راح لعند القاضي قال له ليه بدك تطلقها لمرتك؟ قال له والله ماني مرتاح معها. شفق عليها القاضي قال خليني شوف بلكي هي بتعطي عذر بيتصالحوا. قال له شو رايك انت ردي عليه؟ قام قلت له والله غريبه كل الرجال مرتاحين معي الا هو. في ولد صغير عم يتحمم مع بيه هيك شامبو وما شامبو حمام ويقرص راسه زمان ومبسوط وهيك وغلو غلو غلو مليان البانيو هيك كذا. زحت الولد راح بتلقط بابوه هيك شيله ابوه حمله. قال له شفت كيف الله خلصك؟ لو عم تحمم مع امك ما عرفت رقبتك. صبي على طول بياكل ضفيره. في زلمه نايم حد مرته طبع عليها ومره ايده على ايدها بسطت هي ابتسمت مره ايده على فخده كله مرة... في السكس كله شو نيتو عاطله؟ نيتو عاطله باولني اشي انا ما قلتها ابدا. خلينا نسمعها للاخر. مره هلا فرجيك مره ايده على ايدها على فخده على اجرها تحت على ظهرها انا ايه برم برم برم. اخر شيء قعد ورجع قعد هيك عادي. قلت له ليه وقفت؟ قال لها لقيت الريموت. بارود تحية لزحلة. الرجال بالمملكة فشو بده يعمل؟ صار يفكر مضطر يسافر شو بده يعمل؟ قام قال أحسن شيء بجيب شفرة بحط شفرة شو اسمه مطرح الفلاني بده يبين إذا حدا قرب عليها بدها تبين آثار يعني الجريمة. حط لها شفرة من تحت راح غاب هونيك جمعتين وإجا أول ما فات على المملكة كل الرجال بتصفون قدامي بوطوا بنطلوناتهم وقفوا كلها رجال وطوا بنطلوناتهم كلهم مجرحين مشقفين مجرحين مقطبين حالتهم بالوقت ته عليكم ته عليكم انتم بتخونوا الامانه ته لك 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 سوء الامانه انا بترككم مع الملكه هيك بتعملوا. صار يمشي بزق بوجهه بزق بوجهه وصل اخر واحد لقى ابو شي قال له انت مثال الامانه انت فخر هالمملكه. قال له شكرا سيدي. في بالجرد بالشمال هيك حالته بالويل بده يشترك بمسابقه مع السيد جورج ارداحي تحيه لإله من سيربح المليون. مانيفيل بالضيعه هيك التليفون لقط علق الخط قالوا له في سؤال اختبار بالاول. الو ياسر ابو سعد الدين محمد منير البلقجي ابو فاروق التيسير. طب هناك تعبان هونيك شو قال له؟ قال له شيء بيخري. قال له عرفت شبان مات خيون بيشتغل بالهند. ضابط بالحرس الرئاسي بدولة أجنبية. من الضابط ولا من ليار؟ فيني واقف حدك صور معي؟ هلا صار ضابط. طلب من الجندي الغبي اللي عنده إنه لما يوصل رئيس الجمهورية بيطلق له 21 طلقة. فقام قال له الجندي سيدنا إذا صبته من أول طلقة بكمل بالعشرين. على سير خبريته يلي الاشياء مرتبطه ببعضها نسبيه يعني يلي البنت يلي تمها صغير بيكون كمان صغير والشاب يلي تمه كبير كمان بيكون كبير. هلا خلص البروجرام هن الشباب كانوا ببيت والبنات ببيت راحوا هيك وصلوا على باب النايب بدهم يفوتوا قاموا الشباب هوبرون البنات قالوا البنات بونسوار الشباب على سيرة بدي احكي عن حالي. الدكتور اللي عنده مش عم يعمل شيء للبقرات، راح لعند الطبيب البيطري قال له يا عمي المشكلة هيك هيك وهالبقرات بدي هون يحبل وبدي اعمل عجولة ما في شيء. قال له ليك شو رأيك تحط لهم فيديو بقلب الزريبة وتحضرهم أفلام شوي رزيلة؟ هيك بيتحمس شوي هالتور بيتحرك نتفة.
قالوا والله فكرة مش عاطلة، ركب لهم شاشة وفيديو ما بعرف شو، حط لهم أفلام. جمعة ما صار شيء ولا بقرة مشي حالها. راح لعند الطبيب البيطري قال له ما مشي الحال شو بعمل؟ قال له مش معقول ما مشي الحال، شو رأيك تركب كاميرا صغيرة لنشوف شو عم بيصير، ليه ما عم يمشي الحال؟ قام ركب كاميرا، بعد جمعة أخذ فيلم الفيديو وراح لعند الطبيب البيطري، حطوا الفيلم عم يحضروا، لقيوا البقرات عم يرقصوا على العمود والتور نايم على ظهره. بارون واحد ضل يسأل يا حسنتي عقصة الفيران صاحب سوبر ماركت لقى هالجبنة عنده بهالسوبر ماركت عم تنقص عم يتاكل منها وهيك، فقام راقب الموضوع عن بعيد، لقى فارة بتجي بتركض على الجبنة بتاكل منها شوي بتتخبى، شايفها قال بسيطة، لقطها هيك ركض لقطها قال لها بدي كسر لك اسنانك لحتى تاكلي جبنة كتير منيح، قالت له مش مهم بس لا بعسيل. يلا اخر نكتة بهالبريك مع مين؟ جمع كل المجانين بغرفة واحدة وحط لهم ميوزيك بده يشوف تفاعلهم مع الموسيقى يعني. فقام حط لهم هالموسيقى صاروا يفزوا ينطوا يرقصوا يعملوا العجايب يعني. فلقى واحد هيك قاعد على الزاوية ما عم يعمل ولا ردة فعل ولا شيء. قال هي معقول هيدا يكون محطوط بالغلط هون هو عاقل. قرب لحده هيك قال له أنت ليه ما عم ترقص مثل رفقاتك؟ قال له هس 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 أنا العروس. جا واحد كلها هيك يا ويلكم. لا 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 جيب فردين رح جيب فردين معي فردين حطوا واحد هون واحد هون. أنا أكيد أول ضرب رح أكله أنا هيك رح أعمل. يلا لا لا مش ضرب. قال مرة صب صغير هالقد طالع بالبوستة وطلعت وحدة كتير طويلة وحلوة متر وتسعين، دعست له عقجه طلع فيها هيك وهالقد وهي اسم الله، طلع فيها ما استرجع إلا شيء، لبسة قصير هي وقفت قدامه شوي عم تبرم هيك وإجت شابقته عقجه التانية، قال له مدام ما ردت، مدام ما ردت، مدام ما ردت، قال له مدام انت يا سمرة عم تدعسي لي على اجري بليز طلعي وين عم تدعسي، بارمت عليه طلعت فيك هالقد طلعت فيه هالقد صغير، قالت له انا مش سمرة يا بلا مربى انا شقرة مش شايف، قال له من عندي مبين انك سمرة. يا واحد عم يسأل صاحبه الأعمى عم بيقول له كيف شايف عريس بنتك؟ قال له بجنن، قال له مأكد بتكونوا سألتوا عنه قبل ما تجوزوها البنت؟ قال له لا 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 عجبني من أول نظرة. نبيه قال في وحدة قالت لأمها كان عرسها بعد جمعة، قالت لي ما بدي خبرك سر، قالت لها شو السر؟ قالت لها أنا مني بنت. كيف يا بنتي منك بنت؟ قالت لها مني بنت بدي أتجوز بعد جمعة شو بدي أعمل؟ صارت تفكر الأم قالت لها بسيطة بتجيبي خوخة مستوية بتحطيها نهار العرس ليلة العرس تفقص هالخوخة بيمشي الحال. أوكي جابت خوخة مستوية حطتها مش الحال اجوا بدو ناموا شايت الخوخة حطتها على الكومودين حدا رنكلود وقع جوزة بالليل نشف ريقه طلع لقى خوخة لقطها وأكلها وقيت هي لقيت العجبة تبع الخوخة دقت لأمها قالت لها ما بدخيل إجريك بيصير له شيء قالت لها شو صار؟ قالت لها أكل الخوخة قالت لها روحي بيك أكل دريقة. حلو معنا لشو صلحتوا؟ بعد وحدة بعد وحدة لشو؟ خوخة أبو العبد راح لعند أبو ستيف قال له رح أعمل لك خدمة بترش لك البيت بسعر شيء كتير قليل يعني قال له كتر خيرك يا أبو العبد. يوم بيروح أبو ستيف على البيت بده هو على الحجة يعني تيتعرف على مرته لأبو العبد بيفوت أبو ستيف على البيت ببلش قال هو بيترش بيظهر أبو العبد من البيت بتشحط طيبهم هو والست الكريمة بيخلص اللي بدهم يعملوا شوي نسي أبو العبد شو بده يجيب بيرجع بفوت على البيت بدق البيت باب بيت بدق الباب بفوت بيلاقي أبو عبد راكد 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 طلع على الصيبة وما في مش لابس ثياب مش لابس ثياب بالزلط قال له ولو عم تطرش بالزلط قال له اخذ مني $100 بسعر رخيص بدك اياني اطرش اجو ثيابي. يا
عصير. قال في ام عم بتوصي بنتها، بنتها مسافره على لندن، عم بتوصيها، قالت لها يا بنتي يا تقبريني اذا اجى قرب شاب عليك بده يبوسك قولي له دونت، اذا اجى شاب قرب عليك بده يدق فيك قولي له ستوب. كثير منيح حفظتها، حفظت الدرس البنت، راحت على لندن ورجعت. قالت لأمها طمنيني يا امي شو صار معي؟ قالت لها ما تعطلي هم، وصيتك حملتها بقلبي، اجى قرب شاب تيبوسني يدق فيي قلت له دونت ستوب دونت ستوب. في واحد جا المرة وحدة أول مرة تظهر مع شاب، فنفس الخبرية هالأمهات ما بينطاقوا أبداً. نفس الخبرية قالت لأمها اوعى إذا بده يبوسك بتقولي له لأ، وإذا بده يعمل أكثر بتقولي له لأ، وشو ما قال لك بتقولي له لأ. قالت لها طيب أوكي. ظهرت أول مرة ظهرة مع شاب، ووصلت هي وياه، إجا عم بقرب هيك، قالت له ليك من أول الطريق أحلى ما نتخانق، أنا عم خبرك أنا الماما قالت لي شو ما بيقولوا لك الشباب بتقولي لهم لا لا لا، أوعى تقولي غير هيك. صفن هيك قال لها أنا بهنيكي وبحترمك وبحترم أمك، وإذا بتضلك ماشي مثل ما بتقلك أمك يعني شيء كتير منيح، في عندك مانع إذا قربت بستيك؟ لا. في عندك مانع إذا عملنا أكتر؟ لا. قال ياش رح نتسلى. في صبي صغير اجت 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 رفيقته قالت له ليك ليك زوزو تعرف كيف بيجيبوا الاولاد؟ قال لها ايه بعرف، انت ما بتعرفي؟ قلت له لا كيف بيجيبوا الاولاد؟ قال لها البابا بيجيب بذره وبيحطها ببطنها للماما. قلت له بس هيك؟ قال لا بعدين بيتفشى بالزيزي لجوا. هيك قصير بتقطع. قال واحد استاذ راح لعند المدير قال له دخيلك يا مدير انا مرتي عم بتولد بدي اروح لعندها اليوم. قال له لا ما في مشكله خلص اللي بدك تعلمهم وروح بعد الظهر. قال له ولو ما كنت على الحبل ما رح كون على الولاده كمان. حلوه. قاعده عم